بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبرى على مستوى ولاية وهران، يعني بالنسبة للمسافة نتاعو حوالي 8.5 كيلومتر، ولكن من ناحية يعني الامباكت نتاعو الامباكت يعني كبير وكبير جدا. فالكل يعلم بلي باش هذا الطريق الاجتنابي اللي يؤدي إلى ميناء وهران اللي عانى يعني من تأخر كبير لسنوات وسنوات نتيجة العديد من المشاكل، أولا قبل كل شيء المشكل المالي، وثانيا المشاكل التقنية اللي نجمت عليها الزيادات كذلك في الغلاف المالي. والحمد لله الدولة الجزائرية على رأس السيد رئيس الجمهورية يعني اتخذوا القرار بإعادة تقييم المشروع ومنح كل الأموال اللازمة، وكذلك كل المشاكل التقنية تم حلها. واليوم شركات مجمع الشركات المكلف بالإنجاز والتي هي شركات يعني تركية جزائرية تلقوا في الأشغال وعودوا بعثوا هذا المشروع. هذا الأشغال تسير بوتيرة جيدة وممتازة بالرغم من أنها أشغال جد معقدة، ولكن نظن باللي باش يعني هذه الشركات هذا مجمع الشركات يتحكم في كل التكنولوجيا والتقنيات اللازمة. نحن يعني وضعنا مع شركات الإنجاز مع مجمع شركات الإنجاز تاريخ استلام هذا المشروع هذا ونهاية أجوان المقبل إن شاء الله، وهم يعملون على أن يحترم هذا التاريخ إن شاء الله. فأنتم تشوفوا بلي باش يعني الأشغال مش أشغال يسيرة أو أشغال سهلة، بل هي أشغال يعني كبيرة وأشغال معقدة حتى من ناحية يعني طرق الإنجاز، واللي تستدعي يعني تكنولوجيا وتستدعي آليات يعني خاصة. في كذلك إضافة إلى هذا اليوم يعني شفنا مع الشركة كذلك حتى يعني لومبيليسمو كذلك نتاع لا فاليس دي فرون دو مار، قلنا كذلك يعني يكون في عمل ويكون في تعاون بين مجمع الشركات المنجزه وكذلك السلطات المحليه من اجل كذلك يعني اعطاء صوره تليق بولايه وهران. اضافه الى اننا تحدثنا كذلك على البدء في عمليه نتاع تهيئه على مستوى طول الشواطئ و أو الشريط الساحلي بخلق كذلك ملاعب رياضية للشباب، وطلبنا حتى من الشركة يعني لاباس دو في قلنا لهم ما ينحيوهاش لأنها جاية في منطقة كذلك أقول أنها سياحية أو يعني يوجد يعني حتى بعض الشواطئ القريبة منها، قلنا نخليوها ونستعملوها كيعني مخيم للشباب أو نستعملوها في استعمالات أخرى اللي نشوفوها هامة سواء حتى في أشغال الصيانة يعني فيما بعد لهذا الطريق هذا اللي فيه العديد من المنشآت الفنية. نذكر على سبيل المثال يعني هذا لوتونال هذا اللي رانا متواجدين عنده، كذلك لو فياديوك هذا اللي فيه تقريبا يعني 680 متر لينير متر طولي، وفيه كذلك يعني ان دوزيام تونال كي سو تروف جوست ابروكسيميتي دي بور دورون. فهذه المنشآت الفنية اللي تزيد يعني من الجمال وتزيد من الجاذبية نتاع هذا المشروع هذا، وبدون شك أنها ستكون لها كذلك يعني انفعال إيجابي على المدينة. فيه كذلك يعني الجانب الاقتصادي اللي رايح كذلك يعني يكون جانب مهم، وهو الكل يعلم أنه حاليا يعني حوالي 1800 شاحنة اللي راهي تقطع كذلك المدينة نتاع وهران، وبهذا الطريق هذا عند الانتهاء منه كل هذه الشاحنات هذه رايحة تستعمل هذا الطريق، يعني رايحين نخرجوا 1800 شاحنة لتقطع اليوم وسط المدينة وصولا إلى ميناء وهران. وهذه 1800 شاحنة قلت في العديد من المرات أنها تخلق العديد من المشاكل، تخلق أولا قبل كل شيء ما يسمى بالازدحام المروري، تخلق كذلك عملية نتاع الاهتراء نتاع الطرقات، تساهم في العملية نتاع التلوث ورفع نسبة التلوث على مستوى المدينة. وقلت يعني حتى بالنسبة للبناءات العتيقة المتواجدة على مستوى كذلك الواجهة البحرية فهي نتيجة يعني الاهتزازات اللي تخلقها كذلك راح تزيد تساهم حتى في يعني اضعاف هذا البناءات هذه. وتصوروا يعني لما تخرج كل هذا الكم هذا ويعني الاريحيه اللي راح تكون فيها اللي راح يكون فيها المواطن على مستوى مقر ولايه وهران.